سبع عقبات يحرص الشيطان على هزيمه ابن ادم فيها ولا ينتقل من العقبه الاشد الى التي تليها الا عند عجزه عن الاولى اما العقبه الاولى فهي عقبه الكفر بالله وبدينه ولقائه فان الشيطان ان ظفر به في هذه العقبه بردت نار عداوته واستراح فان نجا منها ببصيره الهدايه وسلم معه نور الايمان طلبه الشيطان على العقبه الثانيه وهي عقبه البدعه اما باعتقاد خلاف الحق الذي ارسل الله به رسوله وانزل به كتابه واما بالتعبد بما لم ياذن به الله من المحدثات في الدين فان خلص منها بنور السنه وما مضى عليه السلف الاخيار طلبه الشيطان على العقبه الثالثه وهي عقبه الكبائر فان ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به فان نجا من هذه العقبه بعصمه من الله او بتوبه نصوح تنجيه منها طلبه على العقبه الرابعه وهي عقبه الصغائر فكال له منها ولا يزال يهون عليه امرها حتى يصر عليها فيكون مرتكب الكبيره الخائف الوجل النادم احسن حالا منه فان نجا منها طلبه على العقبه الخامسه وهي عقبه المباحات التي لا حرج على فاعلها فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده ثم استدرجه منها الى ترك السنن ثم الواجبات فان نجا من هذه العقبه ببصيره تامه ونور هاد ومعرفه بقدر الطاعات والاستكثار منها طلبه العدو على العقبه السادسه وهي عقبه الاعمال المرجوحه المفضوله من الطاعات فامره بها وحسنها في عينه وزينها له واراه ما فيها من الفضل والربح فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الاحب اليه وبالمرضي عن الارضى له فان نجا منها بفقه في الاعمال ومراتبها عند الله والتمييز بين مفضولها وفاضلها لم يبق هناك عقبه يطلبه عليها سوى واحده لا بد منها ولو نجا منها احد لنجا منها رسل الله وانبياؤه وهي عقبه تسليط جنده عليه بانواع الاذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير فكلما علت مرتبته اجلب عليه العدو بخيله ورجله وسلط عليه حزبه واهله بانواع التسليط بحيث يكون لا حيله له في التخلص منها فانه كلما جد في الاستقامه والدعوه الى الله والقيام له بامره جد العدو في اغراء السفهاء به فهو في هذه العقبه قد لبس لامه الحرب واخذ في محاربه العدو لله وبالله فاحذر مداخل الشيطان ومكائده واعلم ان نار عداوته لا تنطفئ الا باضلال بني ادم واهلاكهم قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير